الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، متابعي الكرام، وما زلنا في معية الأكابر نستفيد من علومهم ومعارفهم ونستمد من عباراتهم وإشاراتهم. وجوهرة اليوم للشيخ الأمين والناصح المكين الناطق بالحق الرصين، سيدي سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه وأرضاه، حيث يقول: الهجرة فرض إلى يوم القيامة، من الجهل إلى العلم، ومن النسيان إلى الذكر، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الإصرار إلى التوبة.